المهرجان الدولي للخط العربي ويتفضل معنا إبداعاتهم ونشاطاتهم بأريحية. كان فرصة للتدبر، كان فرصة التنشيط الثقافي خلال هذا الشهر الكريم الذي نريده خاصة أن يحترم حرمة الشهر أولا، وثانيا أن يقدم تلك الإضافة الروحية التي يحتاجها الجزائري في هذا الشهر. المهرجانات اللي نظمناها في هذا الشهر الكريم هي 5 مهرجانات للمديح الديني، للإنشاد الصوفي، لنعيد الاعتبار أولا لثقافة الجزائري، وفي نفس الوقت أيضا لنطفي نوع من الصفاء الروحي على هذا الشهر الكريم. فرصة رمضان هي فرصة للصيام، ولكن أيضا في البعد الثقافي، في البعد التربوي، البعد الروحي ينبغي أن تظهر الشخصية الجزائرية.